في اسباب مشاكل تبان تافهه تدور وراها تلاقي الموضوع كبير عشان كده بيقولوا دور على التفاصيل ولما تدور في الاخبار والموضوعات اللي ساعات بنلاقيها في الصحافه او حتى على السوشيال ميديا كل يوم حالات طلاق او خلع عشان اسباب ايه تافهه طلق مراته عشان عايزه تروح المصيف تجننتي او عايزه كحك العيد كمان او بسبب ماتش كوره او كوبايه شاي ده غير اللي طلق مراته على الفيسبوك أو ببوست وغيرها كمان وغيرها وغيرها من أسباب عجيبة وغريبة، إيه ده؟ لما تدور بقى تقعد تفتش كده في التفاصيل هتلاقي إن الأسباب دي وراها أسباب تانية، أسباب عمالة تتراكم بتهد في أساس البيت بقالها فترة بتسحب من رصيدنا في الحب والعشرة بالتدريج لحد ما الزوج والزوجة خلاص بقوا مش طايقين بعض فجأة ينفجروا لاسباب غريبه تقعد تسمع كده حاجات ما تخشش عقلك بس ده اللي حصل في حكايتك يا انجي اللي بين ان انا عايز اطلقها بسبب قرصه الناموس بس قبل القرصه بقى كنت انت وجوزك مهيئين نفسيا جدا للانفصال كان في اسباب كتير تخليكم ان انتوا تسيبوا بعض زي مثلا ان انا اتسرعت في الجواز او اتسرعت في الاختيار خلوكي تستجيبي عشان زنو يلا نتجوز بسرعه قبل ما تشوفي اهله بيتعاملوا ازاي في